بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم يا مذكورا بكل لسان، ويا مقصودا في كل آن، ويا مبدئا لكل شان، ويا من بيده الأكوان، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا مالك لكل جرم وعرض وزمان. أسألك بما توليت به الأولياء المقربون الذين لهم عندك شان، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد عدد ما يكون وما كان، وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الأعزاء، حبابكم عشرة بلا كشرة، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، والصوم وتفطروا على خير إن شاء الله يا رب العالمين. مرحب حبابكم في برنامجنا ليالي القمر على قناتكم قناة القمر الهاشمي، وسعيدين جدا يكون معانا في الاستوديو أخونا شيخ عثمان عوض الجيد. حبابك عشرة شيخ عثمان الشيخ عوض الجيد ود الخدام، حباب أهالي ناس ود الخدام. حبابك في حمر حبيك، ربنا يديك الصحة والعافية. السلام عليكم المشاهد الكريم، كل رمضان كريم عليك. الله أكرم، نعاد عليك بالخير والصحة والعافية. المشاهد الكريم، كل عام أنت بخير، رمضان كريم. إن شاء الله تصوموا وتفطروا على خير، كل عام أنت بخير، ربنا يديكم الصحة والعافية. اللهم آمين يا رب العالمين. إحنا سعيدين جدك جدا والله يا شيخ عثمان إنك تكون معانا في الأستوديو، ونسمع منك وتسمع مننا، ونتشارك أنا وإنت الأداء، وإن شاء الله يعني معجبين شيخ عثمان ما يشوفوها، يعني ما يظلموني بعدين معه، يدوني حقي برضو أنا. لا حقك ثابت إن شاء الله. ربنا يديك الصحة والعافية، وممكن نسمع عمل مشترك بيني وبين شيخ عثمان إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله يعجبكم، أكيد حيعجب السادة المشاهدين إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. تمام، نسمع مناينة ومناينة تهوي اللي يوصل منى. جلوسنا يا ربنا، هذا بيعرفه ولو نسمع جميع من الشنا يا ربنا، فهو اللي يوصلنا. التغط الحصاد يا ربنا، منايا طلع في عربات، منايا التغط الحصاد يا ربنا، منايا أرمي ليل جمرات، منايا سبعته الولاد يا ربنا، أهو اللي يوصل منا. على باب السلام يا ربنا، منايا لابس الإحرام واقف على باب السلام يا ربنا، وطوف على كل المغام وصل مدينة وقل السلام يا ربنا، أهو اللي يوصلنا.
صريح وزنه في مؤذنه كيف يصيح يا ربنا منايا جسين صريح وزنه في مؤذنه كيف يصيح يا ربنا مطوب على سحر فزيع وقروب لنا الحال ريح يا ربنا اهو اللي يوصل منا منايانا ومنايانا يا ربنا اهو اللي يوصل منا جيتك وقيحنا يا الشفيع بجملة الأخوان جميع يا ربنا جيتك وقيحنا يا الشفيع بجملة الأخوان جميع يا ربنا في الدنيا يلقوا مغام ربيع وفي الآخرة عندك نجتمع يا ربنا أهو اللي أوصل منا منايانا ومنايانا يا ربنا أهو اللي أوصل منا شوف النبع من الوطى برقا علي مسلطا يا ربنا شوف النبع من الوطى برقا علي مسلطا يا ربنا قال لي طال شوقك مدى توصل مدينة روضة يا ربنا هو اللي يوصل بنا ناينا ونايانا يا ربنا هو اللي يوصل منا صلي صلاة كاملة ترضيك يا المزملة يا ربنا صلي صلاة كاملة ترضيك يا المزملة يا ربنا عوض رجل يجد العلا يحمي شهادة الكملة يا ربنا أهو اللي يوصل منا ربنا هو اللي يوصل منا صلي صلاة كاملة صلي صلاة كاملة وصلي صلاة كاملة صلي صلاة كاملة صلي صلاة كاملة وصلي صلاة كاملة صلي صلاة كاملة وصلي صلاة كاملة صلى صلاة كاملة وصلى صلاة كاملة طرديك يا المزملة يا ربنا عود جيد يجد العلا عود جيد يجد العلا عود جيد يجد العلا ويحمل شهادتكم ولا يا ربنا اهو اللي يوصل منا منايانا ومنايانا يا ربنا اهو اللي يوصل منا منايانا ومنايانا يا ربنا منايانا ومنايانا 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 يا ربنا هو اللي يوصل منا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا سلام مداحين مديح شديدا احنا يا شباب اسمع والله كاسمه عماره في حضرتك تتكلم
ما شاء الله تبارك الله، يعني المدح دي لانها مدح جميله وما في زول ما بحبها في السودان. بعدين هي شغاله على وتر حساس جدا جدا بالنسبه للسودانيين، لكل شعائر الحج والعمره، فلها ايقاع خاص عن كل اهل السودانيين. مرحبا وحباب عشره والله، بلاك شره ثاني وثالث ورابع وخامس، وسعيدين بك. احنا ايضا شيخ عثمان الله يديك العافيه، يعني ما شاء الله عليك وعليكم، يعني انت واخوانك شايفين شايفه يعني والله الشيخ ربى واحسن التربيه والله، يعني ما شاء الله تبارك الله. انتوا بتمدحوا انت واخوانك الاثنين يعني، وبعدين الادب المسيد والتصوف ظاهر في 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 طريقه اعمالكم اللي بتقدموها عن طريق القناه هنا. لكن دايرين انك تكلمنا يا شيخ عثمان، في مادحين كثيرين ظهروا، وفي رواه كمان جداد ظهروا معاهم. انت كشخص من المادحين اللي عنده راوي في البيت معاه، انت شايف هل كل المديح الظهر ده هو يستحق يتمدح، ولا الناس ما تركز في موضوع المديح بيستاهل وما بيستاهل، المهم في النهايه يمدحوا المحبوب؟ والله ما المقصد واحد، المقصد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. فبعد ذاك طبعا الاراء بتختلف والحسيس، لكن ما شاء الله يعني في رواد جديدين مدحوا الحبيب وكلام جميل وكلام مرتب. يا سلام، فان شاء الله ربنا يزيدهم ويكرمهم في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله ربنا يوفقنا امين ويقدرنا نمدح الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. والغنى قدمت لنا والله في 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 سهلت لنا او سهلت لنا كثير في مدح النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. يعني بقت لنا يعني نحن قادرين نوصل رسالتنا، سهلت لنا توصيل الرساله. يا سلام، الحمد لله ذلك الفضل من الله، جزاهم الله خير، ربنا يكرمكم ان شاء الله. اللهم امين يا رب العالمين. الله يديكم العافيه يا رب. انتوا زادكم ما قصرتوا والله، يعني انت عارف ما شاء الله تبارك الله انه الشباب ذاتهم يعني صراحه والله يا اخونا عثمان بقوا يمدحوا النبي بطريقه كذي زي ما بيقولوا، الواحد بقى يغير منهم ذاته. أيوة والله. أيوة يعني انا في كثير من الاصوات المادحين لما اسمع الطريقه اللي بيمدحوا بيها والمعايشه اللي بيعيشوا بها محبه سيدنا النبي وطريقه المديح، يعني بحس انه في خطر جاي علي او على باقي المادحين اللي ما وصلوا مرحله الجماعه اللي قاعدين يمدحوا قدامي دين. فطبيعي ممكن المادح غير من المادح، صح؟ طبيعي يعني، وفي في ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في النهايه محبه ومديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ما دايرين نتكلم معاك كثير، وعرفناك انت ذاتك ما بدور الكلام الكثير قلت. فنسمع على ان شاء الله احنا في جلسه سيدنا النبي وفي حضره سيدنا النبي وفي مديح سيدنا النبي وفي غنات سيدنا النبي ان شاء الله. يا رب الله ما جاب التوتر وما جاب اي حاجه توترنا، ونمدح ليش في الناس من دور نمدح لنا مدح فوق سيدنا المحبوب. نمدح عجبني سحب علامه عجبني سحب علامة عجبني قوم به ياما يا لسان يقول الرسول حجاز الغيام عجبني سحب علامة عجبني قوم به ياما ويا لسان يقول الرسول حجاز الغيام يا سبوع يا سلامة يا رحيم يا رحمانة يا لسان يقول أزبل سدر السلامة مر سدر السلامة أزبل سدر السلامة أزبل سدر السلامة وفي الدار لا نظامة يا لسان يقول الرسول حجاز الغيامة أيضاً بس للنظام
يا لسان يقول ويوم الهول يوم الزحامة يوم الهول يوم الزحامة سلامة يا لسان يقول الرسول حجاز الغيام ربي خمسة وضع الختام وطاير من سيبة ودمامة يا لسان يقول تشاش الحور بيه وتماما تشاش الحور بيه وتماما وبالظهور خير الأنامة يا لسان يقول الرسول حجاج الغيامة يا لسان يقول من كفيل ما اللغير والشمس من بعد العصير يا لسان يقول الرسول حجاج الغيامة نبيين يلي وضي الحجر في الرمل غط ما له أسر يا لسان يقول بدعاه لدور المطر بدعاه لدور المطر يظل الغيم في السفر يا لسان يقول الرسول حجاج الغيام الصديق والفاروق عمر يا لسان يقول الحبر عثمان دال الصور الحبر عثمان دال الصور كرر أبات كل من كفر يا لسان يقول الرسول حجاز الغيامة البرق في الليل استمر جوا الفؤاد للجوف نحر يا لسان يقول يا ربي أدعوك السفر يا يا ربي أدعوك السفر أوصل والذنب انغفر يا لسان يقول الرسول حجاج الغيامة البرق بالليل استمر جوا الفؤاد لليوم نحر يا لسان يقول يا ربي ادعوك يا ربي ادعوك السفر يا ربي ادعوك السفر يا ربي ادعوك السفر اوصل والذنب انغفر يا لسان يقول الرسول حجاج
الغياوة صلاة وسلام بلا قيامة عدعي لمبار الألامة يا لساني قول من عوض الجيد طرد الختامة عوض الجيد طرد الختامة ابن الخدام يا يذكرى يا لساني قول الرسول حجاز الغيام صلاة وسلام البلا قيامة عدعي لمبار الألامة يا لساني قول نعوض الجيد طرد الختامة نعوض الجيد طرد الختامة نعوض الجيد طرد الختامة نعوض الجيد طرد الختامة ابن الخدام يا جدي كرامة يا لساني قول الرسول حجاز الغيامة عاجبني صحاب علامة أو عاجبني قوم به وياما يا لساني قول وعاجبني صحاب علامة عاجبني قوم به وياما يا لساني قول وعاجبني صحاب علامة عاجبني قوم به وياما يا لساني قول رسول حجاج أيضاً لصاحب هذه القناة الفتية أبونا الشيخ خالد المصطفى يعني أنا بفتكر إنه الواحد مهما يقول كلام في لهذا الشيخ الورع ما بيقدر بكفيه ولا مزغال ذرة من الحاجة الممكن إحنا نقولها ولا ممكن نسني للبيه عليه لأنه أنا بفتكر إنه هو ذاته ارتغى من مرحلة إنه إحنا نشكره ونتكلم عنه دي لمراحل تانية خالص يعني بتبقى درجات زي ما بقولوا الأعمال درجات فهو وصل الدرجات اللي إحنا ما قادرين نعبر عنها أثناء كلامنا الحمد لله لأنه يعني بفضل هذا الرجل ولدت المحبة وولد التعظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السودان نعم المديح يا شيخ عثمان كان محترف به لكن عند فئة بسيطة وعن فئة قليلة لدرجة إنه بيفتكروا إنه الشخص المتقدم في السن هو بس اللي بيحق له إنه ممكن يمدح سيدنا النبي صحيح. لكن جاء شيخ خالد رضوان الله عليه بالقناة قناة ساهور مسح كل الأشياء الممكن الناس زي ما بقولوا احتكموها في 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 إنه احكموا علينا بيها إنه لا المديح ده بتاع الناس الغلابة المديح ده بتاع الناس الكبار العجائز المديح لا فوراهم إنه المديح ده ممكن يكون بتاع جيل متجدد وشباب يوريكم العجب العجائب ووريكم البدع وقد كان صحيح. يعني رحم الله أبونا الشيخ خالد المصطفى وأسكنوا فسيح جناتي إن شاء الله وإحنا ما بنقدر نقول إلا نقول جزاك الله عنا خير إن شاء الله إن شاء الله فسعيدين جدا بوجودك معانا شيخ عثمان لكن دائرينك وعرفناك إحنا برنامجنا ذاته ما بندور الكلام فيه كثير وعرفناك إنت ما بتحب تتكلم كثير لكن دائرينك تدينا شوية عن المدينة المنورة يعني أدينا عنا حاجة كده حد أول أو حافظ من مدحة من المدايح أبونا الشيخ عوض الجيد حاجة فيها مطلع المدينة أول قبة الخضرة أو صحابته يختار واحد في الثلاثة دي حاجة من مبيع مدحة
فبتقول في القبة الخضراء بتقول علمنا هجلا بالرسول خصاها يا ناس علي بناها جل المولى علا بناها عظم بالرسول مزواها يا ناس أنزل غبره جواها ربي تم لي أصباها يا ناس علي بناها. يا سلام يا سلام يا سلام علي بناها. احنا في ما نسمعك انت تزعلي فيني وتمدحي فيني، احنا ما نسمعك انت رايك شنو؟ تمدحي فيني دي سمحه شغل عثمان خلاص حبابك اسمعك انت تسمعوا مدح مني انا منك. ابشر ابشر حبابك نسمع منك حباب نسمع مدحك ازور ضريحك وروضتك ان شاء الله يا طاهر الجسم للشاعر الخليل ابونا الخليل خليل فرح. روضتك ان شاء الله يا طاهر الجسم روضتك ان شاء الله يا طاهر الجسم يا طيب الروح والجسم ضاوي الثنايا المبتسم كل الوجود خلقوها لك حوض الجنان رفعوه لك ثم المثاني أدب عليك وهب الشفاعة الكبرى لك لك القمر ذات منقسم والماء نبع من كفتك النبي كفته الماء نبع من كفته أنا أغر ضريحه روضتك الله يا طاهر الجسم يا صاحب يا الما بيطبطق عن هوا ما اخذ العلوم من ذو القوى ما اخذ العلوم من ذو القوى النبي ما ضل ابدا ما غوى النخل شال ثمر انحنى واهل البقاء فرع عرفته النبي عرفته احلى البقاء فرع عرفته ازور ضريحك وصدقك والله يا طاهر الجسم يا صاحب الغدر الجليل فخت الكليم فخت الخليل أجز عليك حنة ورزم أجز عليك حنة ورزم جيشك منصر لحمنا ظهرك التزم يا ابو الرفع يا ابيض بمزق اشفيت العليل يلفينا ظهرك شريعتك شريعة
شريعتك شريعتك يا ألفينا زهرة شريعتك. أنا أزور طريحك وروضتك شرب يا طهر الجسم. أقسمت بينون والضحى نورك خبد شمس الضحى. صلوا 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 علي صلوا 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 صلوا. أقسمت بينون والضحى أقسمت بينون والضحى نورك خبد شمس الضحى. مشوا في الحق أبدا ما اختشى. صادق ومين مما نشى صادق ومين مما نشى يصبر وكان يحزم حشا. للناس تدور ما بفضحى للناس تدور ما بفضحى ونعمة دخل في ملتها النبي ملته. نعمة دخل في ملته عثمان زور ضريح وروضته شاه يا طهر الجسم. شكت الورم حبيبي عينيك شايلاك المطر طيب الخلق سمح الفطر. مليان عين ساحت الخطر ريحك بفوق كل العطور. يا ذو المقام المحترم يا ذو المقام المحترم المولى وفر قسمته النبي قسمته المولى وفر قسمته. أزور ضريحك وروضتك الله يا طهر الجسم. عدد البحار الجاريات الكاف والنون والزاريات عارية نمشي الجميع في زفتك. شاء الله شاء الله الجميع في زفته نمشي الجميع في
في زفته أنا زرت ريحك وروضتك الله يا طاهر الجسم أنا زرت ريحه وروضته عليك يا سلام. اه رايك شو هالشغل عثمان؟ يا سلام عليك، مدحدي جميلة شديد. يا سلام يا جزاك الله خير، كتر خيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ان شاء الله اكون قدرت اوصل مديح المحبة للسادة المشاهدين. وانا سعيدة جدا بانه الواحد ممكن يطل عليهم في الشاشة، ويعني ممكنة ويقدم لهم بعض المدايح او بعض الـ 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 زي ما بقولوا الترنيم بمديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيدين جدا ايضا بك شيخ عثمان الشيخ عوض الجديد بوجودك معنا في الاستوديو، وما شاء الله عليك اوفيت وكفيت والله ما قصرت، وانا زادي كمان ما قصرت يا شيخ عثمان. ما قصرت والله، ان شاء الله يا رب دائما ما نقصر. جزاك الله خير في مديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخدامين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيدين بكم الساده المشاهدين، وشكلنا وصلنا لختام حلقتنا من ليالي القمر على قناتكم قناه القمر الهاشمي. ان شاء الله ما نكون كنا ثقيلين عليكم، ونكون قدمنا لكم حاجة تليق بكم وبسمحكم وبمحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما ننسى نذكركم في كل حلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو البسيط، لحد ما نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا. نستودعكم الله وتسمعوا مدحة الختام مع شخص الضعيف وأخونا شغو عثمان. نسمع شنو مدحة الختام. اسمعي أنت، إن شاء الله يتصهر. إن شاء الله يتصهر إن شاء الله، وإن شاء الله لينا جميعا يصهر. إلى اللقاء. انت ان شاء الله لي تظهر، امتي بنظر عيني وفوز برؤيتك وانسر. خلاص البعد أظلاني وليل الفرق لي ودر، حبك يا عظيم الشان جلس جلس جوايا ومتحكر. أذاب القلب بالنار ودمع العين بقطر، وفوز برؤيتك وانسر. كفاية الهجر يا سيدي خلاص والله ما بقدر، I'm
في دوام لكن ولا مفتر انت ان شاء الله لي تظهر حبيبي ان شاء الله لي تظهر امتي عبر نظر عيني وفوز برؤيتك تظهر حبيبي ان شاء الله لي تظهر امتع بالنظر عيني وفوز برؤيتك وانسى عشان الصبي يتنفس شمس الحب تطل تظهر وشمس الحب تطل تظهر أشوف العالي بعيني وجل أزياني وذبخت انت إن شاء الله لي تظهر حبيبي إن شاء الله لي تظهر أمتع بالنظر عيني وفوز في رؤيتك لا سقام ولا بديار
بالعباد بشار تزول الليل يا لام يشرب من رحيقته ان شاء الله ليطلع أمتع بالنظر عليه وفوز بروية ثانية.